الهدوء خيم على مكان المداهمة التي نفذتها الأجهزة الأمنية الأردنية بعد التعرف على هوية المنفذين لتفجير دورية أمنية مشتركة في مدينة لفحيص. أحد المنفذين اختبأ في البيت الذي يسكنه مع أسرته وفجر المبنى خلال مداهمته من قبل الأجهزة الأمنية. اللي صار احنا كنا كل واحد بمنزله، تبلغنا انه نسيبنا احمد السور احمد عبد الكريم ها انه صار مداهم لمنزله عن طريق ارهابيين كانوا اصل ساكنين عندهم. طبعا هو سكان الارهاب، هذا اللي بيقولوا عنه ارهابي، هو مستاجر هو وعياله، مش مستاجر شباب ولا انه مثلا، هو مستاجر هو ومرته وعياله. بتفاجئ انه كان مطلوب لا للدوله لا مين بالضبط ما بنعرف، لاي اتجاه كان مطلوب مش عارفين. لما مداهمينهم صاير تفجير للعمارة، جينا لقينا العمارة متفجرة والإصابات بالمستشفى. وإن عاد الهدوء إلى المنطقة إلا أن عمليات التمشيط لا زالت مستمرة مع البدء بالاستعداد لهدم المبنى لكشف كافة خيوط الخلية الإرهابية. وكانت العمليات الأمنية بدأت أمس بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ عملية لفحيص، واستنفرت الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية لإنقاذ الجرحى والمصابين من المدنيين ومختلف الأجهزة الأمنية الأردنية. بعد تبادل الإطلاق العيارات النارية تفاجأنا في جزء كبير من المبنى أنه تم تفجيره. فبعدين المواطنين صاروا يعني موجودين في الموقع من اطلاق العيارات النارية، وتبين انه في خلية يعني ارهابية موجودة في الموقع. الأردن مستقر، الأردن آمن، شيء طبيعي أن يحدث مثل هذه الأحداث بين فترة وأخرى، لكن أقصد هذه الرسالة أنه لن ولم يؤثر على مناعة الأردن وعلى تماسك الأردن وعلى لحمة الشعب الأردني، ولن يثني من عزيمة رجال الأمن، رغم أنهم اليوم قدموا نخبة من خيرة شبابهم المقدامين، ودائما الذي يعني يستشهد عادة هو المبادر وهو المقدام وهو الذي يعني يلقي بنفسه في سبيل الدفاع عن هذا الأردن. وتعد هذه العملية الإرهابية هي الأولى منذ عام 2016، في حين تم تفكيك أكثر من خلية إرهابية من قبل قوات الأمن الأردنية التي تعد هدفا للخلايا النائمة في الوقت الذي أعلن فيه الأردن حربه على الإرهاب. دام الكردي، قناة الغد، مدينة السلط، غرب عمان.